روح القدس لان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور جوستين. في الحلقه دي هنتكلم عن موسى، هو اللي كتب فعلا اسفار موسى الخمسه، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنيه ولا لا. هنستهلها بايه من تثنيه 31 عدد 24 لعدد 26. بس رجاء محبه جديده على القناه، ضغط زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامه، أمر موسى اللاويين حاملين تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. في كتابات المؤرخ فيلو اليهودي من سنة 25 قبل الميلاد لـ40 قبل الميلاد، ليه كتاب باسم حياة موسى، فيه شهادة لموسى أنه كاتب الأسفار موسى الخمس. كمان المؤرخ يوسفوس من أكبر طبعا مؤرخ اليهود كان معاصر للوس، لأنه كان سنة 38 لـ100 ميلادية، كتب في أحد رسائله: ليس عندنا ألوف من الكتب يناقض بعضها البعض، وعندما عندنا 22 كتاب ونظن أنها وحي إلهي، خمسة كتبها موسى النبي. إذا هنا في شهادة من أكبر مؤرخ اليهود لموسى. كمان كتاب التلمود اليهودي بيقول ويأكد، وكل التقليد اليهودي يأكد إن موسى كاتب الأسفار. كمان ناخد شهادة العهد القديم بكده، في سفر الأوضاع نشوف إن الله امتحنهم لكي يعرفوا أن يحفظوا وصايا الرب التي أمر بها موسى. الله أمر بها موسى في أسفار الملوك، حزقيا الملك الصالح، يوشيا الملك. شواهد كتيرة جدا تثبت ان موسى كان كاتب الاسفار، حتى عزرا الذي كان بعد السبي بـ70 سنة كيف رجع وبنى المذبح ليصعدوا عليه محرقات حسب كل شريعة موسى. هنمسك ايات من العهد القديم تؤكد الكلام ده. يشوع 1:7: انما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تسعى. قضاة 3:4: كانوا لامتحان إسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها آباءهم عن يد موسى. ملوك الثانية 18:6: والتصق بالرب ولم يحد عنه بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى. ده الكلام ده كان عن حزقيا الملك. ملوك الثانية 23:25: ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى وبعده لم يقم مثله. ده الكلام عن يوشيا الملك. فإزرا 3:2 قال: وقام يشوع ابن يوصداق وأخواته الكهنة وزربابل بشالتئيل وأخواته وبنوا مذبح إله إسرائيل يصعد عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله. في نحمية 8:1 ونحمية 8:10: اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. وفي نحمية 8:14: فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع. وكمان نلاقي كده اقروا أخبار أيام التاني 1:3-6 وأشعياء 11:1 وفي دانيال 9:11-13-12 نص: فكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قادتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما لم يجري تحت السماوات كلها كما أجرى على أورشليم. كما كتب في شريعة موسى كتب في شريعة موسى: قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع نثمنا ونفطن بحقك. ربنا كان واحد هيقربوا هيبعد عنهم الأعداء، بعدوا هيستاهلوا اللي جرالهم. وأرميا 7:21-26 وعموس 5:21. كمان في ملاخي 4:4:
اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل، الفرائض والأحكام. كمان في ملوك 2:18، وعد فإذا كنا مجمعين أن نعيد عيد تطهير الهيكل في اليوم 25 من شهر كسلو، رأينا من الواجب أن نعلن إليكم أن تعيدوا أنتم أيضا عيد المزار والنار التي ظهرت حين بنى حامي الهيكل والمذبح وقدم الذبيحة. دي شهادات العهد القديم عن أن موسى هو كاتب الشريعة ال5 أصفار. هنكمل بقى بشهادات العهد الجديد. هنلاقي السيد المسيح اتكلم كتير النقطة دي. لوقا 24:27-24:44، بدأ من موسى وجميع الأنبياء. يوحنا 5:46 قالوا لليهود: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأن هو كتب عني، فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ كتب معناها أكتر من كتاب، يعني 5. مرقس 12:26: وأما من جهة الأموات فإنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. متى 8:4: فقال له يسوع: انظر ألا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. متى 19:4-6: فقالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: أما موسى فمن أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نسائكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. في لوقا 17:14: فنظر وقال لهم: اذهبوا وأرنوا أنفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون حروا. في جميع أنواع تطهير البرص اللي شفاهم السيد المسيح كان يقول له: اذهب أري نفسك للكاهن وقدم حسب شريعة موسى. يوحنا 7:2: وكان عيد اليهود عيد المزار قريب. في متى 5:17: لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لو كم. وفي متى 4 ولو 4: في التجربة والرد بالمكتوف من شريعة موسى. ومتى 8:4: وهذه بعض الشواهد، ليس كلها، لو دورنا هنلاقي كتير كتير حاجات بتأكد النقطة دي. ده جزء شهادة المسيح عن من العهد الجديد عن شريعة موسى. شهادة الرسل جوه العهد الجديد طبعا. يوحنا 1:45: فلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. صراحة كتب عنه. شهادة ما يعقوب الرسول في أعمال 15:19 عدد 21: لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. إذا شهادة أيضا لموسى. ورمية 10:5-19، وكورنثوس الثانية 3:15، وعبرانيين 10:28. وهنلاقي بقى رسالة الإبراهيم كلها عبارة عن مقارنات ما بين الشريعة القديمة والشريعة الجديدة، العهد الأول والعهد الثاني والذبائح. في العهد الجديد كده خدنا شهادة المسيح، خدنا شهادة الرسل، هناخد شهادة اليهود أنفسهم. في مرقس 12:18 مع السيد المسيح لما جاوا يسألوه عن المرأة التي مات زوجها وأخوها تزوج بها إلى 7، ففي القيامة لمن تكون؟ لو كان السيد المسيح وجد أن هذا السؤال خطأ لكان صح ما فهمه، لكن كون رد عليهم قال لهم إيه؟ لا يزوجون ولا يتزوجون، دليل على أن موسى كتب الأمر زي ما جه في تثنية 25:5. كمان الشهادة الرابعة جوه العهد الجديد عن موسى شهادة السيدة العذراء مريم عندما تمت أيام تطهيرها، واللي احنا بنحتفل باليوم بتاع التطهير النهاردة، دخول المسيح الهيكل.
قدمت في تلاوة ذبيحة على حسب شريعة موسى. صح، حضراتكم كاتبين طبعا بمناسبة عيد دخول المسيح الهيكل في مرقس 17، لأن موسى قال: أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. لما تكلم على وصية إكرام الأب والأم رجع إلى ما قاله موسى النبي في خروج 20:12. أيضا المرأة التي أمسكت في ساتر الفعل وأرادوا أن يرجموها، لأن هكذا مكتوب في تثنية 22:22 أنها ترجم، لذلك هم أتوا لكي ينفذوا الحكم عليها. هناك في يوحنا 8:5 شواهد كتير جدا على النقطة دي. بإذن الله في الفيديو الجاي